ضيع بصحراء عمري وانت لي بس لا شوفوا مره جمعتني ولا بس شوف الحلوى الحين ما انا من اجيب الميكروفون اتغلفه ما بسم الله الرحمن. اغرب مهر مر عليك بالعام؟ اغرب مهر هو ان يصلي الزوج على النبي 1000 مرة ويهب ثواب ذلك الى الزوجة، هذا مهره. اللهم صل على مهر سيد حسن 200 دينار، اغرب مهر بالنسبة لي. هذا هو اغرب مهر، بس هو دفع كامل. ادري بس هو المهر ما وراء الستار. قبل ساعة 2000 دينار. الحين صار عادي 2000 دينار. ايه الحين صار عادي. قول كلمة. كلمة. انت تصيد الناس. انا مريض. مريض كذاب. سيدنا حبيبي وش تقولون للمعرس؟ رسالة وجهها للمعرس. وش الطبخة؟ جوعان انا. اهم شيء الطبخة عند الليلة. قولنا الطبخة وين؟ انا اقول مشي يانا خلينا نجرب نشوف وش العشاء. حياك. يلا حياك. بس مين مكذوب من عروس وكامل صبيان هني. شباب اليوم عندنا واحد كل عرس نروحه اذا تشوفه ينصاد. اليوم ما رضى ينزل ماتم، احنا طلعنا لي برا وان شاء الله نصيده. حارسونا وهذا رفيقه مضبطين اياه حق الكمين. يا شباب وصل وصل، اكو في الهوندا وصل. شباب طالعوا قبل البيبان وانسدح. وراك سيارات، بطل وراك سيارات. وراك سيارات. جول جول. يلا شباب شفتونا ما رضى يتكلم، هذا حركاتنا وياه كل مره ما يرضى يتكلم. ان شاء الله المره الجايه خليه يتكلم. حارسونا اغرب مهر سمعته بحياته. اغرب مهر جاي في مهر بس مو جاي في بالي. ها لا قران مو غريب، ما ادري يعني شيلها هي بثيابها وروح بيت بيت. اول مهر يعني شفته مهر سيد حسن المرخي 200 دينار. وشفت بعد اغرب مهر كان في الدراز بعد 470 دينار. هذا خاطره يبارك لي. اول قبل الاشارات اول احط على هذا مني مني مني. وش بالتعال؟ ما شوي الاحبال الصوتيه. خلينا ناكلهم خطرون. خليهم خطرون، يخطرون الحين عادي. اوكي الغطره على قول شاب الغطره. بطاء الغطره. تمام؟ ايه شام. يمكن تقول لي اقل مهر سمعته 100 دينار وتاب الله. بس هذا اللي يعني اغرب مهر بالنسبه لي. هذا المهر. عنده مهر؟ 7000. حطوني في المايك وش رايكم؟ هالي بونا. تحقق. مليون دينار. هذا انت شكلك تعطينا من المخبار. لا لا صراحة أغرب ما في مهر مر علي غريب غريب عجيب يعني صراحة. تيس وغنمة. هذا بدو. ايه حضرت مهر على 12000 تقريبا، بس عاد يعني مو يعني على مستوى ناس يعني اكبر من مستوى عوائل كبيره. عباس وش اللقمه؟ ها؟ وش عندكم وياي؟ وش اللقمه؟ انت وش تبغى لحم سمك ما تاكل عدل؟ ما في كله بيزات اللي اسمها 500 دينار سمعت. في سمعت عن مار غريب. سمعت يعني وهو كان حفظ سورة النساء.
هذا مهر غريب. يعطيك العافية. مهر غريب كان أزين مهر سامعين 4000 بالنسبة لي غريب يعني. شيء غير مألوف. متعودين على 1500 4000 كان شيء غريب يعني. مقلوب لي العروس. لا 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 وايش وايش تصور لي الاول؟ وطبختهم واجد حلوة. من اي مطبخ هذا؟ والله المهور الغريبة الان. المهور الغريبة الان. انا اتزوج 76. مهر مالي 250 دينار. انا سمعت عن مهور 5000 دينار. ما شنو 5000 دينار؟ بس على اساس انه واحد يشتغل عندها راتب. هذا صداق اسمه صداق. فلا ما 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 في داعي الى المهور هذه يعني. تحيب على الشباب كلهم 12 دينار قران. 12 دينار قران. شكرا. ما بتعطي الناس؟ نعطيك المواد هذا. لا لا بنعطيك انت المواد. لحظه لا اقعد اقعد. دشينا الرجعه اقعد له.